كل الناس قاعده عماله تتكلم على قصه سمكه القرش والغردقه وما الغردقه وهكذا. انا دايما مشكلتي الحقيقيه في كل حاجه في الدنيا الفتي. انا بني ادم يكره الفتي. ممكن محدش يفتي؟ كل واحد فجاه بقى عالم بحار، وبقى عالم في الاحياء المائيه، وبقى عالم في سلوك الاحياء المائيه، وبعدين وصلنا لمراحل التخصص، يعني كل الناس بقت عالمه في سلوك اسماك القرش، وامتى سمك القرش بيبيض، وامتى البيض بيفرخ، وبيحتاج درجه حراره عامله، وبيعوم ازاي، وانواع اسماك القرش، وسلوكيات كل نوع. يا جماعه يعني والله العظيم مش كل واحد فتح ويكيبيديا، كانش حد غلب. لما نيجي نتكلم في القصة خلينا دايما نتكلم في قصة متعلقة، أو الأصح اللي يعلق فيها هم مين؟ العلماء اللي شغلتهم كده. بالمناسبة يعني الولايات المتحدة الأمريكية بيحصل فيها فوق 1700 أتاك سنويا. ده رقم راجع ورايا. الانتهاء من تشريح سمكة القرش إياها بتاعت حادث الغردقة. طيب مين اللي بيشرح؟ فريق علمي شديد التخصص. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور محمود دار، الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أنا يوسف بيك. إزاي حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. أفتنا فيما اختلف فيه الناس واختلفوا عليه. بعد الانتهاء من التشريح ثبت ايه؟ ايه اللي حصل؟ فهمنا ايه؟ الانتهاء من التشريح وجدت الماده الامعاء بتاعه السمكه، اولا هي انثى رقم واحد مش ذكر. الشيء الثاني وجدت الامعاء والمعده فارغه تمام من الطعام، لم يستخرج منها سوى بعض الاشلاء اللي اخذت من الجثه. بالنسبه للرحم كان فاضي، ودينا احتمال انها قد القت مولدها او ولدت. الشيء الثاني ان هي فيرتلايزد، يعني فيها بويضات قابله للتلقيح من نطق، خاصه انها حجمها كبير وطولها حوالي 4 متر. اوكي. ده كده التقرير بتاع التشريح بتاعه. ده الوضع النهائي لوضع سمك. طيب سؤال يا دكتور، ايه اللي ممكن، هل السمكه دي من الوارد او يبقى معتاد انها بتعوم يعني في هذه المسافات من الشاطئ، ولا ان ده شكل غير معتاد؟ لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. حلو. اولا التر شارك موجود مش جاي من مكان تاني. الاسماك دي بتعيش على عمق 20 متر. كويس. واحنا في موسم منع الصيد، يعني مفيش مشكله ان نقص السمك او انها طالعه تدور على اكل، المشكله دي خلاص مستبعده، لان احنا في موسم وقف الصيد والغذاء المفروض الغذاء بتاعها متوفر. متوفر تماما. الاسماك دي بتطلق في 3 حالات. اولا لو حصل ان في مراكب القت اسماك نافقه، ودي تبقى احداث ومتابعه ومراقبه وبتتعرف، وبيتم جمع الكائنات النافقه دي، وبيبقى في بلاغ رسمي بيها. الحاله كويس. الاولى ماشي. الحاله الثانيه لو ان اصحاب مراكب السفاري بدات تاكل الوحوش، والكلام تم التوعيه بيه وما عادش بيحصل، خلاص دلوقتي ممنوع، لان ان لما بتاكل اسماك القرش بتغير من الطبيعه الغذائيه طبعا، انها تعتمد على نفسها، والكلام ده خلاص تم التوعيه بيه وما عادش بيحصل. كويس. بعد الحوادث الاخيره الحاله الثالثه اللي هي المرجحه عندنا دلوقتي، وهي ان اللي خارج القرش لوقت طويل. معلش يا فندم تاني لان الخط بيقطع، استاذنك مره كمان. الحاله الثالثه وهي المرجحه، خروج التايجر شارك لوضع المواليد. اوكي. اللي بيحصل ان اسماك التايجر شارك لما بتقرب على الولاده او في موسم الولاده بتترك المكان اللي فيه الذكور خوفا على المواليد بتاعتها. فبتبدا تدخل المناطق الضحله لانها اكثر امانا من البحر المفتوح.
كويس. وبتعمل سلوك كمان جميل جدا، انها بتعمل معاينه للمكان قبلها بحيث تتاكد ان المكان خالي تماما من الاعداء الطبيعيه فيها الانسان. يعني المكان الموضوع كله هو تامين وضع المواليد بالنسبه للاسماك دي. نفس الكلام ده هو اللي حصل عندنا في الحادثه اللي فاتت. يعني احنا الكلام مش كلام افتراضي، احنا بنينا على حادثه حصلت عندنا قبل كده وفي نفس التوقيت، يا دوبها الحادثه السنه اللي فاتت 1/7 وفي نفس مواصفات الضحك. فلما السمك بتدخل لعمليه الولاده سواء ولدت او ما ولدتش بتبقى في حاله هياج عصبي كبير جدا. واضح ان ما كانتش واكله لانها ما بتاكلش قبل عمليه الولاده الى ان تضع الوليد، لان السمكه اكلت ما عضتش. الحادثه اللي فاتت السمكه اكلت ما عضتش. المره دي الحادثه انثى، قبل كده كانت الحوادث انثى. وبالتالي السمكه مش داخله تهاجم بشر ولا تتعامل مع بشر. السمكه بتنفذ الغريزه الطبيعيه اللي موجوده فيها انها تضع مواليدها في مكان امن. لما بتلاقي اي كائن حي موجود انسان او غير انسان تهاجم، بتصاب بحاله من الهياج طبعا. تبدا تهاجم طبعا لانها بتحس بالخطر على مواليدها. وده تقريبا هو اقوى احتمال حصل بناء على اللي حصل قبل كده، فيصبح ده الاحتمال الاكثر ترجيحا. طبعا عظيم. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر الدكتور محمود دار الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار فرع البحر الأحمر.